مشاهدين وتشبيه قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر من مدينة الدار البيضاء، بالضبط من منطقة مولاي رشيد، حيث في هذه الأثناء توصلت قناة شوف تي في بخبر بأن واحد المحل سكني خصوصا السطح اندلع به واحد الحريق مجهول الأسباب. كيف كتابعوا معنا عناصر الوقاية المدنية والأمن الوطني بمكان الحريق. الحمد لله أن في هذه الأثناء تم السيطرة على الحريق من طرف عناصر الوقايه المدنيه. باقي شويه ديال الدخان كينبعد من فوق هذا المحل السكني. الحريق كان في السطح كتشوفوا. هذه هي المخلفات ديال الحريق، هي المخلفات ديال الحريق. ولاد الحي دخلوا على عجل وحاولوا يخرجوا المحتويات ديال المنزل. هذه بعض الاشياء اللي تعرضت الحريق اللي تشوفوا. ربما السبب هو قنينة الغاز. يوضعها في الأثناء رجل ديال الوقاية المدنية. شوفوا الدخان باقي كينبعث من الاعلى ديال هذا المحل السكني. معنا السلام عليكم خويا، ابقى معايا الله يحفظك. معنا احد الشبان اللي دخل وساعد في اخماد ديال هذا الحريق. شنو وقع خويا؟ عاودنا شنو وقع اخويا؟ خرجنا. حاول ترفع الصوت ديالك. ايوا يا حاتم تفضل. ها مع هذاك الشيء ربع ساعه بحال كتبان. خرجنا تبانينا الدخاخن. الدخاخن هذا خرجنا خويا، طلعنا فوق تبانينا العافيه هي شاعله. طلعنا خويا بان نديرو عمرنا السطا ولا التيوات اخويا. هاد البلاصة هذا محل ديال السكن اللي السكن اخويا ساكن في الدور اختي. الله يخصهم، هما ما كانوش في الوقت اللي شعلت العافية اخويا. كانوا هربوا، شافوا العافية هربوا. كانوا اخويا كانوا. ما تحرقش شي واحد؟ ما حتى واحد اخويا تحرق. لا تحرقوا لي الحويجات، تحرقوا لي شي في السطح، كلشي تحرق. شكرا اخويا. شريف السلام عليكم. شنو تحرق لك؟ شنو تحرق؟ عاد ما تشوف تحرق في المراكه ولا قدام.
كتسكن فيها انت؟ لا كنت فيها خويا ساكن في داير. وشنو السبب ديال هذا العفو؟ ما عرفناش، كنشاد دول البراكه وخارج ما كاينش. صافي انايا كاين ساكن بوحدي وكاين هويا في جنبي هو وبنته ومرتو. سمعت الغاو تخرجنا لقينا العافيه هرب ما هرب، هربت انا ومرتو وبنته. العافيه كنطلعوا عليها هنا من تحت على الفوق. الحمد لله ما تحرقش بنادم. لا ما كاين حتى شي واحد اللي تعرف. الحمد لله. تفاك الحمد لله شكرا. ولكن المحل ديالو مسكين ممتع هذاك. هبطت لي العافيه. الملابس ديالو والحوايج ديالو داك الشيء كلشي تعرف. دابا بحال دابا غوت عليا قال لي راه هبطت لي المضربه شدات لي في البونش. يلا دابا قال لي كلشي تحرق. غادي يكون داك الشيء تحرق لي. الله يصبركم. كيف شفتم انا مشاهدينا الكرام محل سكني اللي دار في الحقيقه قبل قليل الاخ ديال صاحب المنزل يقول بان السبب ديال هذا الحريق مجهول، ما عارفينش شنو هو، ولكن المحتويات ديال المنزل احترقت بالكامل. مازال كيحاولوا رجال الوقايه المدنيه بمساعده بعض ابناء الحي انهم يحيدوا الاشياء اللي غادي تكون سبب بقاء النيران، يعني حاجه اللي كتشد فيها العافيه مثل الخشب مثل اي حاجه كتشد فيها العافيه كيحاولوا ما امكن انهم يحيدوها. كتشوفوا عدد كبير من المواطنين والمواطنات اللي كيتجمهروا هنا امام المحل اللي اندلع عليه هذا الحال. شكرا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعه، نلتقي في مباشر اخر. لذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم.